كان الوالد بلش فيها جدي بسنة الخمسين وكمل فيها لصار عنده عائلة ونحن كملنا معه بسنة الثمانين كان مستلم خيي وسافر على أمريكا ورجعت أنا استلمت محله يعني بيكون إلي 33 سنة بالمصر. تقريبا 5000 نحال بلبنان، الجديين هن 2000 وعم بتخف بسبب العمار ونزوح العالم على المدينة، الجديين بعدهم قراب على الجبل بس عم بتخف يعني بالنسبة لسيستم النحل في ملكات صرنا نجيبها من برا نجدد النحل نشوف أي الملكة المنتجة للعسل نفوتها على المنحل شو في معدات جديدة لفرز العسل نجيبها يعني كل شيء جديد عم نجيبه على السيستم. صار ترم بك تقط في العسل اكيد بنلبس طيب خصوصي بنشيل هالعسل الاقراص المسكره اللي فيها العسل بنحطها بعلب وبننقلها عندي محل بنقلها لتحت بفرزها القصم بيكون بشهده بضل مثل ما هو والقصم اللي بده يحولوا العسل سايل عندنا مكانات بفرز العسل بنفرز هالعسل وبنحطه ببراميل خصوصي ستانلس وبنبلش بنفرزه على المكنة وبنعبيه بيصير جاهز للمستهلكين. كمربي نحل بينتكل على 3 مواسم، مواسم بتطلع على الساحل هي على بستين ليمون بروح النحل على زهر الليمون هذا بيكون بنيسان. الموسم الثاني اللي بينتكل عليه هي مطرح ما واقفين هون مثل ما شايفه شجر السنديان. النحل بلمه بيعطيك عسل لونه اسود بسموه من السنديان وبيرجع بيطلع النحل بشهر بنص تموز بيطلع النحل على جرد العيله تاخذي عسل الاشواك البريه بسموه هذا عسل تشريني. يعني عندنا بلبنان 3 مواسم. بالنسبة للمعارض عندي معرضين أساسية واحد بالحمرة واحد بوسط بيروت كل جمعة بنزل عليهم مرتين بيجوا بياخدوا مني عسل وبيبعتوا له برا على السعودية على أبو ظبي على فرنسا على إنجلترا وهلأ صاير لي شغل أنه أخد على أستراليا عسل. خواصه منيحة للي عنده ربو حساسية كتير مفيد لهالاشياء واكيد عنده فوائد عامه بيوصف له عنده روماتيزم اللي عنده سينوزيت ملين للمعده بيقدر ياخده مريض السكري ملعقه منه الصبح لعضل الجسم منيحه ولليونه الجسم ونظام الجسم وكتير منيحه لنظام المعده.